ثلاث سنوات أو يزيد لم تكتحل عينا هذه الأم برؤية صغيرها ووحيدها مصطفى. والده أي طليقها أبعده عنها قسرا، سافر به خلصة من فرنسا إلى الجزائر، ثم احتجزه في بيت مغلق. ثلاث سنين ما شفتش ولدي، كنت ديما نبكي، صباح نبكي، على 12 نبكي، في الليل نبكي، سيتي ان سوفرانس يعني تاع كل دقيقه. وكنت نخمم نهار نلقاه، يعني كي كومون سافا سباسي، اسكو يعقلني ما يعقلنيش، كنت خايفه. والحمد لله كي لقيته عقلني وجا عندي. قصة مصطفى تخللها فصل مهم من إرادة جادة في البحث كللت بالنجاح. قمنا بإيداع الشكوى عن طريق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الأربعاء. بعد ذلك تلقينا معلومات عن مكان تواجد المختطف والطفل مصطفى متجاوري في ضواحي منطقة الشراربة، أين قمنا بطلب تدخل عاجل لسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، الذي قام بالتنسيق مع مجموعة إقليمية للدرك الوطني لشراربة، حيث قاموا بعمل ميداني فعال كلل باسترجاع الطفل محل البحث وإلقاء القبض على المتهم وتقديمه للعدالة. النهاية جاءت بما تشتهي الأمة، أما الجهود فكانت أقوى من المكر. اليوم تشفق رائح الأم الحنون بضمة صدر وعناق بعد نضال مستميت وصبر شديد.